لدار أكبر كامل استوديو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بهذه الكوكبة وهذه الدماء الجديدة التي تضيف زخما قويا إلى قوات الساحل الغربي في المقاومة المشتركة بشكل عام، من مقاومة وطنية وعمالقة وسهاميين وزرانيق ومختلف المجاهدين الأبطال. ومن خلالكم وبوجودكم نؤكد أننا على درب الشهداء سائرون، ونعاهدهم بأن دماءهم لن تذهب هدرا، وسننتصر للمبادئ التي ضحوا من أجلها، من أجل الحرية والكرامة، من أجل الجمهورية، ليظل علم اليمن خفاقا في كل سهوله وجباله. نؤكد من هنا أننا بوصايا الزعيم الشهيد علي عبد الله صالح والشهيد الأمين عارف الزوكة ورفاقهم من شهداء انتفاضة ديسمبر وشهداء الساحل الغربي ومختلف الجبهات من أبناء القوات المسلحة اليمنية، من الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية، من حرض، نيدي، صعدة، الجوف، مارب، الضالع، البيضاء، تعز، الساحل الغربي، كلنا هدفنا واحد، هو استعادة الدولة واستعادة الجمهورية. نريد أن نكون كالبنيان المرصوص ضد هذا الكيان القاصف الكهنوتي المتخلف الذي يريد أن يعيدنا إلى عهود الظلام. لقد عاشت أوروبا سابقا هذا العهود، عهود، وسميت العصور الوسطى بعهود الظلام، عندما كان يتحكم رجال الكنيسة في كل أمور الدولة. لم يرى الغرب النور إلا عندما تخلص من هذه السلطة الكهنوتية. لقد تحرر شعبنا اليمني في ثورة 26 من سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر من الإمامة في الشمال والمستعمر في الجنوب، ونحن نؤكد أننا مع مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر ولن نتخلى عنها، وسنذود عنها بدمائنا وأرواحنا. أؤكد من خلالكم أيها الأبطال أننا في الساحل الغربي وحدة واحدة كالجسد الواحد بالقيادة المشتركة. هنا نحقق الوحدة اليمنية في الساحل الغربي، الكل يقاتل من جميع أصقاع اليمن، من حضرموت حتى صعدة ينتمي المقاتلين في الساحل الغربي. لا يأتي أحد المتقولين ويقول خذلونا، خذلوا الوحدة، خذل الوحدة من خذل دماج، من خذل عمران، من خذل الشهيد القشيبي، من خذل صنعاء، وهو الآن يخذل عدن. الفشل لا يأتي إلا بالفشل،
كان لديهم الشهيد علي عبد الله صالح، الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم. استشهد ثابتا على مبادئ ثورة سبتمبر وأكتوبر التي كان أحد أبطالها. لم يجد اليوم شماعة سوى أن يلقوا باللوم على فلان وعلان، بل بدأوا يهاجمون التحالف الذي أنقذهم والذي تدخل معهم بكل إمكانياته، ساهموا معهم بدماء أبنائهم وكل إمكانياتهم، سخروها للوقوف معهم ضد الكهنوت، لكنهم دائما يبحثون عن شماعة يعلقون عليها فشلهم. نحن هنا نؤكد شكرنا لدول التحالف ممثلة بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية، الذين قدموا قوافل من الشهداء من خيرة أبنائهم ورجالهم في تراب هذا الوطن. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ومن يجحد هذا المعروف لا يستحق أن يقف أحد معه. نقول لكم أنتم الأبطال، ونؤكد من خلالكم أن بوصلتنا هي قتال الحوثي. لا نريد أن ننجر إلى معارك أخرى كما يدعون وكما يريدون، وعبر إعلامهم وأبواقهم الحديث عن التعز وعن الحجرية، واليوم عن شبوة. قوات المقاومة الوطنية موجودة في الساحل، وهدفها قتال الحوثي، هدفها تحرير تهامة مع أبناء تهامة، ومع تهامة سنتحرك إلى صنعاء وصعدة. هذا هو هدفنا وهذه هي غايتنا. بدل من أن يذهبوا لتحرير تعز في الحوبان وغيرها، يعودون إلى الخلف للقتال المحرر فقط، لأنه لا ينتمي إلى حزب معين. الحزبية وسيلة وليست غاية. نؤكد أننا هنا في الساحل الغربي لا نريد أن ننجر إلى قتال جانبي، ولن نعود إلى الوراء، ولن نذهب لتحرير المحرر. هذه رسالة واضحة يفهمها القاصي والداني. نحن وأخوتنا في العمالقة وفي المقاومة التهامية معروف أين هو هدفنا وأين هي بوصلتنا. الحديدة، قتال الحوثي والحديدة قادمة ولو طال استوكهولم. نؤكد من هنا أن اتفاقية السويد على المجتمع الدولي أن ينفذها، وأن يجبر الحوثي على تنفيذ المفهوم العملياتي الأول، وعدم التملص والتكتيكات المفتعلة الانسحاب العادي وغيرها. هناك اتفاقات يجب أن تنفذ. لن نصبر عليهم طويلا. نحن نمد يدنا للسلام، لكن أيدينا على الزناد جاهزة. خذلونا في ستوكهولم وكنا على أبواب الحديدة، نفس من خذل عمران ودماج وصنعاء خذلنا في ستوكهولم. وذهب للتوقيع كانت مسألة أيام لتحرير الحديدة، والتزمنا بهذا الاتفاق. ويقولوا أنه لا يعترفون بالشرعية ولا يخضعون للشرعية. شرعيتنا هي بنادقنا يا شباب، هذه هي شرعيتنا. شرعيتنا هو من يقاتل الحوثي، من يستعيد كرامته. الشرعية يجب كلنا أن نستعيد الشرعية، الشرعية الحقيقية، شرعية المؤسسات، شرعية الدستورية، لا شرعية الكيانات وشرعية الأشخاص.
شرعية ترفض أن تتشارك مع من حرروا معها عدن، من حرروا معها مختلف الجبهات الساحل في غيره. لم يقبلوا بالانتقالي، ولم يقبلوا بالمؤتمر الشعبي العام، ولم يقبلوا بمختلف القوى. كيف تريدون أن تنتصروا لهذا الوطن إن لم تكن رايتكم هي علم الجمهورية اليمنية ومبادئ الثورة والجمهورية؟ نتمنى أن يكون الجميع يد واحدة، هدفنا واحد، بعيدا عن التشرذمات والتكزمات، بعيدا عن الأهداف والمشاريع الصغيرة. نحن نقاتل تحت علم الجمهورية اليمنية، ولا أنا لله وللوطن، لا لأشخاص لا لأحزاب. كلكم يا أبناء المقاومة الوطنية هنا من مختلف محافظات الجمهورية ولا لا؟ صحيح ولا لا يا شباب؟ لا توجد تفرقة. هنا تتجسد الشرعية فيكم، هنا تتجسد الوحدة فيكم. علم الجمهورية اليمنية هو الوحيد الذي يرفع. نريد لحمة يمنية حقيقية. كنا استبشرنا خيرا عندما عقد مجلس النواب وقالوا هناك تحالف وطني. كانت أول وثيقة في هذا التحالف مهاجمة علي عبد الله الصالح، شهيد مات الله يرحمه، استشهد ثابت على مبادئ. أين هو هذا التحالف؟ مات لأنه ولد ميتا. نريد تحالف حقيقي يضم كل أبناء اليمن تحت مظلة شرعية الدستور والقانون ومجلس النواب، الشرعية الدستورية الحقيقية. نريد إصلاح المؤسسات، نريد إصلاح الشرعية، لنكون على قلب رجل واحد تحت راية واحدة. ما لم تتركونا نقاتل، تركونا نخوض معركتنا هنا في الساحل الغربي. بنادقنا لن توجه لغير الحوثي، لا تفتعلوا لنا أزمات. من يهاجم التحالف اليوم أن عتروح، يعني من داخل دول التحالف تهاجم التحالف. استحوا، من أواكم، من حماكم، من رعاكم، من مولكم، من كلام مخزي. كونوا على مبادئ وثوابت وطنية. نحن هنا صحيح نشكر التحالف الذي ساعدنا وأنشأنا هذه القوات وحاربنا، لكنه لم يتدخل يوم ويفرض علينا شيء نقوله أو لا نقوله. هذه هي الحقيقة. من أراد أن يلعن نفسه فليكذب. نؤكد أننا على درب الشهداء سائرون مرة أخرى، ونترحم على أرواحهم، ونجدد العهد لهم، ونقول أن هنا في تهامة الخير سننطلق لتحرير كامل تهامة، ومنها إلى صنعاء وإلى صعدة بإذن الله ما لم يجنحوا للسلم. أتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رفاق السلاح. ربنا يحميكم ويحفظكم، وتنهو تدريباتكم وتنضموا إلى زملائكم، وأني أرى النصر في وجوهكم بإذن الله. الروح الدم نفديك يا يمن. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية. هذا هو شعارنا.